أستغفر الله، أحمد الله،
والشكر لله أستغفر الله الله صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول المجلس للصلاحات وأوشيته فنهان وعيره للجحيم. اللهم اجعل أول رحمتان وأوشيته للمتان وآخر فتاة وكفرة. الحمد لله الذي تبدأ كل شيء نزمتي ودنا كل شيء ذاتي وقد جاء كل شيء ملكي وتسلم كل شيء قدرتي. الحمد لله الذي سكن كل شيء هيبتي وترك كل شيء متي وتشهر كل شيء كبيري. اللهم إن كنا فيها في ساعة لك ونود ربنا تقبل منا في الله وسلمنا ونعم إننا نغفر رحيم وهدنا إلى هيك وترك مستقيم وانصر على القوم المشركين وانصر إمام وإمام المسلمين وانصر على الله إنك كل شيء قدير كل جد جليل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.